حققت وزارة التربية والتعليم نجاحا متميزا في تجربة دمج الطلبة الصم في المدارس الحكومية، والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ مملكة البحرين التعليمي، حيث أظهر هؤلاء الطلبة تقدما ملموسا على الصعيد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي، وحاز عدد منهم على درجة التفوق، فيما برزت لآخرين مواهب وإبداعات في مجالات عدة، مما شجع الوزارة على التوسع في هذه التجربة في العام الدراسي الجديد. وافتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم صفين جديدين ضمن هذا المشروع، وذلك بمدرستي مدينة عيسى الثانوية للبنين والنور الثانوية للبلد، حيث اطلع على تطبيق عملي لعملية تدريس هذه الفئة من الطلبة، بعد أن وفرت لهم الوزارة معلمين مساندين مختصين في لغة الإشارة يقومون بترجمة ما يطرحه معلم المواد الدراسية المختلفة خلال الحصص الدراسية، ويترجمون للمعلمين وبقية الطلبة مداخلات الطلبة المدمجين وأسئلتهم. وأكد الوزير أن الوزارة نجحت في العام الدراسي الجديد في زيادة عدد المدارس المخصصة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 77 مدرسة للبنين والبنات، إذ يشهد هذا العام دمج 8 طلاب وطالبات جدد من فئة الصم، فيما من المؤمل أن تتخرج الدفعة الأولى من هؤلاء الطلبة البالغ عددهم 12 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية مع نهاية هذا العام الدراسي. أن الأسبوع الأول بالفعل يعني قدرنا ان احنا نهيئ البيئه المدرسيه داخل المدرسه ونوفر الخدمات النفسي والاجتماعي لهؤلاء الطلبه، على اساس ان على الاقل يكون البرنامج في مستوى الطموح اللي احنا نطمح اليه. ولا ننسى ان احنا من الاساس عندنا الدفعه الاولى اللي هي حاليا في المستوى الثالث، وحققوا انجازات كبيره وفي قائمه ما شاء الله على لائحه الشرف، لذلك احنا مطمئنين ان هذا البرنامج راح ياخذ حظه من التوسع وحظه من الايجابيه، واحنا اللي نطمح عليه ان تكون هناك تجويدات اساسيه، وان الخدمات المتوفره لهم يعني هم بيتلقونها مثل اي طفل عادي في المؤسسه المدرسيه، بتوفر جميع اركان العمليه التربيه والتعليميه الخاصه بهم. انا وايد فرحانه، انتقلنا من المرحله الثانويه الى الجامعه ان شاء الله، وشكر لوزير التربيه والتعليم ومديره المدرسه مع المترجمتين، شكر خاص لهم وان شاء الله، وشكر على مساعدتهم الينا. اني انا لازم اتحدث، خلوني اني اتحدث صعاب واني اواجه الناس وتكون لي شخصيه افضل. شكرا. انا وايد فرحانه، ان شاء الله انتقل من مرحله لمرحله ثانيه بنجاح في المرحله الثانويه، وشكر للوزاره على دعمهم لنا.